مجرمون من عرب الحجم سعود يقومون بحرق وتخريب مساكن وبساتين النخيل. الميزابيين موجودة في داخل حي الحجم سعود، والشرطة تمنع الميزابيين من وصول والدفاع عن ممتلكاتهم. نيران كبيرة تحت أعين رجال الشرطة. ما هي مسؤولية رجال الشرطة؟ عدد ضخم من قوات الشرطة فوق الجبل، والمجرمون العرب يقومون بحرق منازل الميزابيين. لماذا لا تتدخل قوات الدرك؟